بعض الناس بيفتكروا انه المرأة في البلاد المتخلفة فيها المرأة ده تعطيل نصف المجتمع، ولذلك التنمية الاجتماعية بتكون معطلة لانه المرأة مستهلك، كان نصف المجتمع بينتج وبيستهلك كل المجتمع، النصف بينتج والنصف ما بينتج، فكان الانتاجية النصف بينتج ضايعة. نحن ما ماشيين في الاتجاه انه المرأة تشتغل في الانتاج بقدر ما نحن ماشيين في انه المرأة تنهض، لانه التنمية الاجتماعية غرضها تحرير الافراد، والمرأة اكبر مظهر للمجتمع المتطور المنمى في كمه وكيفه. ونحن في راينا انه المناشط اللي بيعمل فيها الرجل والمناشط اللي بتعمل فيها المرأة كلهم بيدخلوا في التنمية الاجتماعية. اذا كانت التنمية الاجتماعية غرض الانسان، تنمي المجتمع من اجل الانسان، المرأة هي اللي بتنجب الانسان، فيبقى عمله في انجاب الانسان حقه يدخل فيما نقومه نحن وما نعطيه وزن وما نعطيه اجر في شخص. لكن المرأة عالى على المجتمع وتعتبر انها مها منتجة. كانوا النظرة مش راح تكون، ودي النظرة تجيب الدين، مش راح تكون انه المرأة تدخل في منافسة في الانتاج في الحقول وفي الورث، وانما تعاد النظرة في تقييم انتاج المرأة كمنتجة للاطفال ومربية للاطفال وربة للبيت اللي يأوليه الانسان المنتج في الخارج ليجي يلقى فيه الدفء، يلقى فيه المحبة، ويلقى فيه العطف، ويلقى فيه الفهم. فالأسرة مرة ثانية قبل ما نصل للفرد يكون غايتنا لابد أن يكون عندنا نظرة كبيرة جدا للأسرة. ولو نحن لاحظنا أن في بداية نشأة المجتمع الفرد كان ولم يكن المجتمع، ثم الأسرة كانت ولم يكن المجتمع، ونحن دخلنا في دورة كبيرة جدا من تنمية المجتمع إلى أن أصبحنا بنخطط له الآن، ويجب أن نوجهه التوجيه السليم ليكون التنمية الاجتماعية لإعادة تكوين الأسرة على كرامة كبيرة جدا، ما تكون فيها المرأة هي الخادمة في البيت، وإنما تكون المرأة هي الملكة في البيت. ثم يصير الفرد اللي ينجب من الاثنين الكريمين دول يبرز إلى مقام كرامته، وده يكون الغرض من التنمية الاجتماعية ليوجهها الدين.